هل اتفضل. شايف نسبة نجاح منظومة التحكيم في الفترة الماضية توصل لنسبة كام في المية؟ خلينا مثلا نتكلم على حاجة مهمة يا كريم وهجاوبك، بس داخلة في سياق السؤال. يلا. لعبة الأهلي الهدف في ماتش فاركو، تمام؟ اللي حوالي أو معظم المحللين قالوا إنه هدف سليم إلا واحد بس، اللي هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لكن كل المحللين وحللوا الحالة للأسف حتى التحليل غير مبني على الواقعية وبروتوكول الفار. ده اللي جنني، الوحيد اللي حلل ببروتوكول الفار هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف. تسألني تقول لي اشمعنى، أقول لك لأنه الوحيد اللي واخد رخصة محاضر فار، الوحيد اللي دخل غرفة الفار، الوحيد اللي اشتغل في الفار، من كل المحللين دول ولا واحد معاه رخصة فار كمحاضر. فازاي تحلل؟ ازاي تقول معلومات وانت مش عارفها؟ حرام، لازم نتقي ربنا في حكامنا. دي حاجة. فإذا الحالة دي احنا قلنا ايه لاتحاد الكورة؟ قلنا نجيب اللي حصل في غرفة الفار، وده يا كريم مسجل صوت وصورة. عظيم. صوت وصورة. جبنا الحالة لقينا ان الكابتن محمود عاشور لم يخطئ، وان قراره ان النقاط اللي هو وضعها سليمة فيها من 100%، وبعد كده التقنية اللي بتقول تسلل ولا مش تسلل، وانه عاد الحالة مرتين، مرة بالدبل لاين عشان الناس بس تفهم اللي بتحلل، ويا ريت يعرفوا الدبل لاين يعني ايه وبنستخدمه ازاي، يا ريت يعرفوا، ومرة بالترانجليشن اللي هي اللي بيكون فيها اكثر دقة. في المرتين طلع الهدف تسلل. كان نفسي ان احنا نطلع هذا الشريط، هذا الكليب، هذا الفيديو على موقع الاتحاد للرأي العام. ليه؟ لان الانسان لما يجي يعدموه بيقولوا نفسك في ايه؟ فعلى الاقل لو هو مظلوم نشوف مظلوم ولا لا. فمحمود عاشور كان قراره صحيح 100% والهدف تسلل، ولذلك محمود عاشور على مسؤوليته الشخصيه فقط حكم اليوم، حكم مباراه اليوم. تاني يا كابتن عصام، انت بتقولي على مسؤوليتك الشخصيه فقط الكابتن محمود عاشور كان في مباراه طبعا، لان انا عينته وانا رئيس لجنه الحكام، لان انا الرئيس المسؤول ان يجيب له حقه. طب هل كان في رفض من اتحاد الكوره على تعيين الكابتن محمود عاشور النهارده؟ ممكن يكون كان في تحفظ من اتحاد الكوره. انا بكلمك بكل مصداقيه بقى، انا خارج بالظبط، ما ادام حضرتك قلت على مسؤوليتي يبقى كان في تحفظ. ما على مسؤوليتي، انا ليه بقول على مسؤوليتي؟ انا ببعد المسؤوليه عن اتحاد الكوره عشان ما يخشوش طرف في صراعات مع حد. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن؟ طب اسالك اكثر من كده تاني ان انا بتحمل المسؤوليه؟ لا اتفضل. طب كابتن عصام، في نفس السياق وانا اكلمك، انت دايما تتحدث احيانا عن روح القانون وازاي نتعامل مع القانون وازاي الحكم يبقى ذكي. هل مش كان من الافضل انه الكابتن محمود عاشور حتى لو هو مش مخطئ ومع الاجواء المشحونه دي عشان خاطره هو شخصيا يبعد عن الاسبوع ده وما يبقاش فيه ايقاف ولا حاجه؟ بس في حكام كتير وانت بتحرك حكام كتير على مدار الاسابيع، ليه محمود عاشور او كابتن محمود عاشور يبقى موجود النهارده حتى لو هو ما اخطاش زي ما حضرتك بتقول، ويبقى الموضوع شويه فيه يعني ايه اثاره للجدل في الفتره اللي مش محتاجه اثاره للجدل؟ انهي جدل؟ ما انت حضرتك متابع. واحد مظلوم. الله، هو احنا نقتل واحد ونشوه صورته ونتكلم عن نزاهه وشفافيه وفي النهايه نقول اوقفوا؟ ابقى انا راجل ظالم، ابقى انا راجل ظالم وما احترمش نفسي. واحد صحيح سليم قراره صح اقتله؟ أني العداله فوق كل شيء. ده مصر كلها بهدلته يا راجل. الله، وهو كان عاوز العداله فقط، كان عاوز يتحقق معاه، كان عاوز نشوف الحاله. واحنا جبنا الحاله من غرفه الفار وكنا عاوزين نعرضها، اتحاد الكره رفض. بس رفض ليه؟ يحترم رايهم. قال لك لان كل نادي هيطلب لو في مشكله يطلب نزيع الحاله بتاعته. على فكره انا كان عندي راي واعتقد ممكن يتنفذ في المستقبل، ان احنا الحالات الجدليه نعرضها على موقع الاتحاد حتى لو احنا كنا فيها صح او خطا، ونتعلم من اخطاء. وده يا فندم، ده يا فندم قانوني على مستوى، ده قانوني على مستوى العالم، يعني دي حاجه في بعض الدول بتعمل كده. في بعض الدول بتعمل كده. ايه المشكله؟ ونعرض اذا كنا صح او كنا غلط. طيب. انما من الظلم يا كريم ان واحد يبقى صح والدنيا كلها تهاجمه وكمان نتهم بعدم النزاهه والشفافيه.